الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا للدعوة، ابن عمر رضي الله عنهما صحابي إمام من أهل الفتوى والعلم، أبوه خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع هذا خرج للدعوة حتى وصل إلى أذربيجان، وعندما أراد الرجوع نزل الثلج، بقي قرابة 6 أشهر ابن عمر رضي الله عنهما في الدعوة إلى الله. خرج هؤلاء لتبليغ الدين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين.